عايز اكلمكم كلمتين بمناسبة ابتداء الصوم الكبير. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله صوم مبارك وسعيد. الصوم الكبير سموه الكبير لأسباب. أول سبب أنه كما يبدو أكبر الأصوام في عدد الأيام، هو 55 يوم، 8 أسابيع، 56، ولو أن في رأيي أكبر الأصوام عندنا هو الأربع والجمعة، لأن الأربع والجمعة على مدار السنة، السنة 52 أسبوع منهم 7 أسابيع، أيام الـ50 ما فيش صيام أربع وجمعة، يعني 45 أسبوع في يومين بـ90 يوم، أكتر من الصيام الكبير. أيضا سموه الصيام الكبير لأنه يشمل 3 أصوام، الـ40 المقدسة وأسبوع الآلام والأسبوع الأول الذي يقال إنه تعويضي أو تمهيدي، مش وقت يعني. وأيضا سموه الصيام الكبير لأنه صيام سيدي له قيمة كبيرة في الحياة الروحية بالنسبة للناس، واللي لا ينصلح حاله في الصيام الكبير يبقى حياته مؤقتة. على أي حالات، هناك عبارة تقول في سفر يوئيل النبي: قدسوا صوما. يعني ايه قدسوا صوما؟ يعني الصوم ده يكون ايام مقدسة. يعني نصيحتي ليكم، استفيدوا روحيا من ايام الصيام الكبير. ليس الصوم مجرد اختلاف في نوعية الاكل، انما الصوم اولا وقبل كل شيء هو في الحياة الروحية، كيف تنمو وكيف يصل الإنسان إلى وضع أفضل. أنا مش عايز تبقى روحياتنا خاصة بالمناسبات، لا، مفروض أن روحياتنا تكون ماشية صح سواء في أيام صوم أو غير صوم. لكن على أي حالات، فترة نتذكر فيها أن احنا نسلك روحيا بطريقة سليمة. حاول أنك أنت تتقدم خطوة في حياتك الروحية أثناء الصوم، لأن ساعات واحد يقول له: أنا مالي، أنا كويس أو كده، هعمل إيه تاني؟ طول ما انت شاعر انك انت كويس كده، مش هتزيد عن كده ومش هتتغير عن كده وهتتجمد على وضع معين. تحتاج في الصوم الكبير او اديك في بدايته انك انت تجلس الى نفسك وتشوف ايه التغيير اللي ينبغي أن تسلك فيه روحيا، التغيير أو التجديد، كيف تكسر حدة الروتين في حياتك، كيف إن حياتك تكسر الوضع المجمد فيها وتشعر بأنك أنت دخلت في فترة جديدة
لها طابع جديد مشوق ليك وكويس ليك، اسلوب جديد. يعني افتكر الآية اللي بتقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. حاول انك انت تذوق الروحيات التي تليق بالصوم الكبير، او على الاقل في الصوم الكبير افتكر الآية اللي بتقول ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. وعلى رأي مار إسحاق ربنا عارف اختلاف نفسيات الناس، فلذلك جعل هناك طرق كثيرة يسلك فيها الناس في طريق الخلاص. اللي بيسلك في طريق الزواج، واللي بيسلك في طريق الرهبنة أو البتولية، واللي بيسلك في طريق التكريس، واللي بيسلك في طريق العلم والاجتهاد، واللي بيسلك عادي على قده. المهم انك انت تشوف ايه الطريق اللي يناسب حياتك وخلاص نفسك وتسلك فيه. ربنا مش عايز يجبرك على طريق معين، المهم انك انت تمشي في طريق صالح ايا كانت صورته، وهو مستعد يساعدك ما دام الطريق اللي انت ماشي فيه ما فيهوش غلط. لو ربنا عايز يغيره يغيره، لكن انت ما تقعدش تتردد وتقول اسلك في كذا ولا كذا. ربنا يساعدك في حياتك عن طريق النعمة، نعمة ربنا تساعدك في حياتك، أو يساعدك عن طريق عمل روحه القدوس في حياتك، على شرط أنك أنت تشترك مع النعمة في العمل وتشترك مع روح الله القدوس في العمل. وممكن ربنا يساعدك عن طريق خدمة الكلمة، تأثير كلمة الله في حياتك. ياريت تكون فترة الصوم الكبير هي فترة توبة، ولعل واحد منكم يقول ايه التوبة؟ هو انا ماشي في الخطية علشان اتوب وانا ماشي كويس؟ التوبة على الاقل هي تغيير الى افضل في حياتك، تغيير الى افضل في حياتك. نمو في حياتك الروحية، ترك عادات ثابتة فيك ينبغي أن تتغير، أو التخلص من اعترافات خاطئة عندك تتكرر باستمرار ومحتاجة تتغير، أو ترك الروتين في حياتك. يعني ايه روتين؟ يعني واحد حياته عبارة عن روتين، الصلاة روتين، المزامير روتين، التسبيحة روتين، الأدابيس روتين، روتين 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 بلا روحيات. وممكن ربنا يقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الله مستعد أن يجذب الإنسان إلى التوبة بأنواع وطرق شتى، إما أن ربنا يجعلك تحب الحياة الروحية وتتأثر بها، وإما وأنت ماشي في حياة الخطية يضربك كم ضربة تفوق لنفسك وترجع. يعني إما بالحب وإما بالرحبة.
أو بتجربة ترجع الإنسان لحياته الروحية، أو ضيقة ترجع الإنسان لحياته الروحية، سواء ضيقة ليه أو ضيقة لأحد أحبائه خليه يفوق لنفسه، أو مرض. ومش كل إنسان بيتوب حبا في الحياة الروحية، في إنسان ياخد له خبطة كده كويسة يفوق لنفسه. ليه تذكرنا بقصة إخوات يوسف الصديق لما قدر هو يوضبهم كويس، فبدأوا يقولوا الآن نتذكر أخانا اللي احنا أسأنا إليه وربنا عمل معنا كده. في تجارب تخلي الإنسان يتوب، خبطات تخليه يتوب يفوق لنفسه. الله مستعد ان يجذبك الى التوبة بأي طرق، وربنا مستعد ان هو اللي يبدأ معاك. ربنا بدأ مع آدم بينما آدم كان هربان منه، وبدأ مع أسرة نوح وأخذهم وأخرجكم من الوسط الشرير، ومع أسرة لوط وأخرجكم من المدينة التي تحترق. ربنا مستعد ان يبدأ معاك، المهم انك انت تتجاوب معاه او انت تبدأ ولو بالقليل، وهو يبارك في القليل اللي انت ماشي فيه. خلي ميزان الخير يزيد في حياتك، يعني عندك كفتين كده، كفة فيها خير وكفة فيها نقائص وضعفات. خلي ميزان الخير هو اللي يزيد في حياتك، الكفة تهبط. يعني مش قادر تسلك في حياة القداسة، على الأقل زود نسبة الخير في حياتك وكتر الزيادة دي باستمرار في كل ناحية من النواحي، سواء في العبادة، في الخدمة، في عمل الخير للآخرين، في حفظ نقاوة القلب. كتر نسبة الخير في حياتك. إن ما مشيتش في كده، ربنا مستعد إن هو اللي يسعى إليك، يسعى إليك طافرا على الجبال وقافزا على التلال، ويقول لك افتح لي قلبك رأسي، ويظل منتظر. رأسي قد امتلأت من الطل وقصصي من ندى الليل. أو يقول لك أنا واقف على الباب وأقرأ، من يفتح لي أدخل. ربنا مستعد هو اللي يقرأ على باب بيتك علشان انت تفتح ليه. في حاجة يسموها الروحيون زيارات النعمة، مفيش انسان ما بتجلوش زيارات النعمة في حياته. في وقت من الاوقات تحس انك انت عايز تمشي مع ربنا، او في وقت من الاوقات تلاقي انك متأثر بقراءة معينة، متأثر بعظة معينة، متأثر بآية معينة، تلاقي قلبك ملتهب فيك من حيث لا تدري. دي يسموها زيارة نعمة. تلاقي غاوي تغير حياتك، غاوي تتوب، غاوي تسيب اللي انت فيه، غاوي تتحول إلى أفضل. كل دي يسموها زيارات النعمة. جاي زيارات النعمة تجيلك من جوه في قلبك، في فكرك،
وجايز تجيلك عن طريق حد يفوت عليك يقول لك كلمتين تتأثر بهم جدا، أو حادثة تحصل أمامك تتأثر بها جدا وتكون زيارة نعمة بالنسبة لك، أو اجتماع تحضره تتأثر بيه، أو قداس تحضره تتأثر بيه، أو مناسبة معينة. المهم أنك أنت تنتهز زيارات النعمة دي وتستفيد بيها. جايز الصوم، فترة الصوم تكون زيارة من زيارات النعمة عشان تتأثر بيها. المهم انك انت تتأثر. في ساعات انسان يتأثر تأثر طارئ ويروح منه بسرعة، وفي ساعات انسان يتأثر ويعمق هذا التأثر في قلبه فيستمر معه مدة ويخليه يعمل عمل. ابدأ بأي طريقة انك تحسن صورتك أمام نفسك وأمام ربنا، وربنا مستعد يساعدك. لكن في أحيان كثيرة الإنسان مش هو اللي عايز يبدأ، مش هو اللي عايز يبدأ، إما مش عايز يبدأ يتوب لأن في خطية مسيطرة عليه مش قادر يسيبها، في شهوة مسيطرة عليه مش قادر يسيبها، في عادة مسيطرة عليه مش قادر يسيبها، فمش قادر يبدأ. أو مش قادر يبدأ من أجل إنه مشغول، مشغول باستمرار باستمرار باستمرار، مش فاضي لنفسه يقعد مع نفسه يفحص في ذاته، مش فاضي. زي واحد في دوامة الشغل ياخده ويلف بيه وهو مش دريان بروحه، والأخطاء بتلف معاه وهو مش دريان بروحه. ففي إنسان مش قادر يبدأ نتيجة خطية أو شهوة مسيطرة، أو إنسان مش قادر يبدأ نتيجة مشغولية بتلف حياته، أو إنسان مش قادر يبدأ نتيجة ضعف، في ضعف في إرادته، هذا الضعف ما بيساعدوش ان يبدأ بداية روحية. وفي انسان مش قادر يبدأ لانه مش عارف طريقة البدء يبدأ ازاي. ما هو شاول الطرسوسي كان ملفوف في دوامة مش دريان بروحه، وبعدين لما ربنا ابتدى ينتشله من هذه الدوامة قال هذه العبارة: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إيه اللي أعمله عشان مش صح؟ وزي اليهود في يوم الخمسين ما قالوا للرسل السيد المسيح: ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ ساعات إنسان عايز يغير حياته ولا يعرف ماذا يفعل، ده يحتاج لإرشاد روحي. على أي الحالات يعمل أي حاجة صح ويشوف النتيجة إيه. ربنا مستعد أن ينتشل مثل هذا الإنسان ويعطيه بصيرة روحية كيف يعمل. الله مستعد أن ينسى الماضي كله إذا مشيت صح من أول دلوقتي. بيقول خطاياك لا أعود أذكرها، أمحوها. طب يد أكثر من السلك، المهم أنك تترك ما أنت فيه. اللي انا شايفه عند كثيرين يقول لك: ما انا انسان بحضر الكنيسه
وبحضر الاجتماع الروحي وبخدم ولي قراءة في الكتاب المقدس وسير القديسين وبتناول واعترف، عايز مني ايه تاني؟ انا شخصيا مش عايز منك حاجة، لكن انت عايز من نفسك ايه؟ هل تتجمد عند وضع معين لا تنمو فيه؟ في الدير عندنا زرعنا أشجار كتيرة، بل إحنا في الدير بدأنا تعمير الصحاري من قبل ما الدولة تخش في المشروع. يعني يفت الأنبا توفيلس الله ينيح نفسه كان عامل تعمير صحاري في الدير، وكان غارس أشجار وحاجات كتيرة. كنا بنلاحظ الشجرة كل يوم تمر عليها تلاقيها أعلى مما كانت من قبل. عندنا أشجار في الدير علو الشجرة ولا 20 متر فوق، كانت بدأت ما فيش نص متر وهي شتلة صغيرة، لكن باستمرار تنمو 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 تنمو، وما نعرفش بعد كده هتصل لفين. الشجرة عبارة عن درس للإنسان إن باستمرار لابد أن ينمو. إذا كنت أنت في فترة الصوم ما تعرفش لنفسك خطية تتوب عنها، على الأقل تعرف إن يلزمك النمو، لأن الذي لا ينمو عرض أن يفطر، والذي يفطر عرض أن يسقط، والذي يسقط عرض أن يهلك. فلابد أن تخلي حياتك الروحية فيها نمو، نمو في الخير، نمو في العلاقة مع الله، نمو في الخدمة. بهذا النمو تستطيع أن تبدأ الصوم الكبير بداية طيبة. وعلشان تصل لكده لازم تجلس إلى نفسك جلسة في بداية الصوم، أعمل إيه عشان أمشي صح؟ تفضل صلي.